هذا عمل كومبريشن الهواء. الامور طيبة، بقي معنا شوي هنا، صح ولا لا يا مهندس؟ بقي هذا صح ولا لا؟ كس حوالي مترين في الجبل. كم؟ مترين في الجبل في الصخرة. بس وحنزيح الخط شوية لهنا في هذا الاتجاه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على امور الدنيا والدين. ايها الاخوه، ايها الشباب، ايها المتصدقون، من هذا المكان نحييكم ونقدم لكم اخر الاخبار حول المشروع، حول الكومبريشن الهواء، حول الصخره الكبيره. باقي لها يقال مترين وخلاص، مترين وفنش. بسم الله وعلى بركه الله.